السلام عليكم، اسعد الله مساءكم بكل خير. عدنا معكم من جديد ابو خليل. طف الله يهديك. اي ما عليك ما عليك، الامور طيبه. الامور طيبه، كل شيء طيب. طفها طفنا ما عليك، الامور طيبه. الامانه حلقه كم رقم هذه؟ مو مهم الرقم، المهم انها اسطر حلقه اسطوريه مرت في تاريخ الاسطوره الاسطوريه. هذا العملاق السخيف. صحيح، انا العملاق السخيف والله يا جماعه. اول شيء الحلقه مو 10 على 10، هذه مليون من 10. هذه الحلقه مليون 10. الربط اللي سواه الكاتب يتفوق عليها. صعب 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 والله والله والله. الربط اللي سواه الكاتب من البدايه للنهايه مجنون. انه ايرن هو او ماي جاد او ماي جاد. يعني الحلقه الماضيه الكاتب قال لنا 1-0، الحين اعطانا 10-0. والله اعطانا 10-0، والله اقسم بالله اعطانا 10-0. يعني جايبك زيك قاعد يقول انا فهمت خلاص. لا ترى يعني اللي بيعاني انت. لو كمل اللي بيعاني انت. قاعد يقول له وقف اطلع. تذكرون مشهد كوني لما طلع شوف راينار ونساعد راينار؟ الحين هو نتعاطف مع زيك. لا والله يستاهل اللي جاء من كذا ما هذا. طول الحلقة أبوك حيوان، أبوك حيوان، أبوك حيوان. جاء أبوك قال إيرن قاعد يدوسك أنت ما تدري. شوف والله إيرن قال أنت تعتقد أن أنا واحد أبوك خربة وتلعب بعقله. واللي مخرب أبوك يا أخي. يقول لي وسوس أشتري سوني بعد الحلقة ذي في المانجا قبل أسمي الشيطان الأكبر الوسوس الأكبر. أنا والله العظيم أنا شفت ولد يخلي أبوي يشتري العسكريم في الشتاء، أنا شفت ولد يخلي أبوي يودي الملاهي أيام اختبارات، بس هذا وصل فل ليفل. هذا خلى أبوه يقتل وخلاه يجيب له العملاق. خلاه يجيب له العملاق مو بس ويطعنه ويعطيه مفتاح القبو وشاف المستقبل والماضي. محمد اللي قبل جريشا لو شو اسمه اللي قبل جريشا البوما كان يقول احمي ايرن وميكاسا. ارمن ارمن وميكاسا معناته اوه انت اذا عشت احميهم. هذا ايرن عشان توصلها مو بس عشان كذا. هذا ايرن اللي تكلم ترى ايه عشان توصلها مو بس. مو بين لا بوما قال له احمي جريشا. قال مين؟ قال ماني شفتهم ماني ذكريات ايرن جات او شاف ذكريات ايرن امن وميكاسا هو موضوع طبهم بس. شوف والله كلمه واحده وهنا ساصمت قليلا احتراما لهذا الكبير. لا شوف انت الله ياخذك انت يعني الصدمه انه الحين لقيت شخصيه تتفوق على ايزن وعلى يوهباخ الصراحه. هذا ما يمسس لهم الحين ولا شافوه في المستقبل. شوف هذه خليوها باخ ترى. قاعد تقول اسم غلط. قاعد تقول ايزن والثاني اللي في مونستر يوهان. مش يوهان. هذا اذكى من يوهان حتى. يعني يوهان هذا ليبرتو اسمه. ها يوهان ليبرتو. في واحد اسمه ليبرتو هنا. ليبرتو وين في التاكو ارمن ارتريت. لا في ليبرتو أو ليبرتو او شيء زي كذا منطقه ليبرو المدينه اسمه ليبرو. اي هذا تلعب المدينه كلها خلاه يطلع منها. يوهان انت لاعب بالجميع. المفارقات اللي قاعد يسويها الكاتب اساسا. والله الكاتب مستحيل انه في ادمي عنده عقليه كذا. انا اعتقد ان ايرن سيطر على الكاتب عشان يكتب الحركه. هذا انا اعتقد الله عليك. مستحيل بشري يكتب بالطريقه هذه. فايرن قاعد يقول الكاتب اكتب كذا. شوف كذا هو رسم ايرن في البدايه زي ما قلت رسم ايرن. بعدين ايرن قال اقول لك اركد بس خلينا نكمل القصه. خلي زيك ابكنت والله اني حتى الابو قال تكفى زيك تكفى زيك الحق اخوك. على فكره يعني المفارقه القويه في القصه كذا قال يقول حق الكاتب قبل لا تصدمهم ارسمني بحفاظ. خلي يشوفوني بريء. بس ايش المفارقه الحلوه محمد؟ جريشا كيف ربى الولد الاول كيف ربى الولد الثاني. هذه كانت مفارقة والله قوية جدا. عشان كذا قال بوريك هانتر لأنه هو بنفسه إيرن اختار. 25 دعمنا 5000 قبل وإحنا تذكر ماجد لما قلت قبل شهر في بث أول حلقة لما قلت لك الحالة يدعسهم كلهم. أنا أعتذر حق إيرن أنت الحالة تدعس العمل كله. قوية. لا بس كان في شيء مو منطقي. عشان تعرف الكاتب فكر فيها من البداية. كان في شيء مو منطقي. ايرن طلعوه من المدينه عقب تدمر الاسواق. حلو. جريشا قابلها في المدينه الثانيه. مزبوط. كيف قاعد يبكي يقول له امك ماتت؟ ايش دراك؟ ما امداه. بالضبط. ما امداه قال لك حتى كنت اقول حق ماجد متى امداه اعطاني وجه صبه.
كان ايرن يتحكم في بابا فما رد علي متى عمده كان ايرن يتحكم في ريالة متى عمده قابلها قريشة قلت حق ماجد شوف المنطق انه قابله وتمه كم يوم قال لي هذا المنطق هذا المنطق فايرن قال لا يكتشف قل له ايه حتى لعب على ماجد لعب على ماجد قل له ايه قل له ايه فكنت مو منطق ماجد قابله في نفس الليلة في المدينة الثانية ويقول له انا اسف على اللي صار لامك ايش دوان امه ماتت لا يعني الكاتب ابطها رب مو طبيعي انت لاحظتوا انه هو قال ارن انا دركت كل شيء قال حق زيكي قبل يوم انهم كانوا في مدينة اي يوم يلوح الكورة يوم يلوح الكورة اي قال لي يوم اني قبلت يد هيستوريا هيستوريا فهم كل شيء صار اي ليش انا من العالم الملكية هي الله اكبر العالم الملكية اي الفكرة ما فيها اساسها فعلت عند القدر بس ترى يعني الفرق بين زيك لا تدش المصيبة هستوريا اثنينهم عائلة ملكية بس زيك عنده عملاق هستوريا ما عنده عملاق بس لو عندها عملاق كان فرق ممكن يستخدم هستوريا بس عشان بعقود بس تدش المصيبة الكلمة اللي انقالت لما قال قريشة حق زيك انت رحت فيها قوة العملاق المهاجم انه ما ينصع لأوامك فهلا انت ولا يومية تأثروا فيها طلع قال اهو موجود يصدكم اهو موجود يصد اهو قوته يصد رغبات المؤسسين فانت جبته هنا اساس انك تتحكم فيه ما تدري انه قاعد يعذبك بيدوسك لا ابراهيم لاحظها في نص الحلقة في نص الحلقة كان دائما زيك يقول يلا الذكرى اللي بعدها بالاخير قال له تعال وريك الذكرى اللي بعدها شوف الصراحه قال له ايرن كم كم بيصير كم انا الفكره يا ابو حميد اساسا تعتقد ده كان يقص علي تعال علمك انا علمك الفكره ما في اساسا حتى العملاق المؤسس يوم كان في داخل كده في داخل تسوي فيها مجال تعال تعال يا ولدي اسمها فريدة فريدة فرحان بلحية أهلك أنت أنا أقول معلومة تطلع من راسي فرحان بلحية أمك اللي تحطها تعال 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 علمك اللحية شو تصير على الرجال تعال تعالوا يك الأملط شو يسوي فيك تعال فريدة إيش فريدة عندها قدرة العملاق المؤسس ما يدري عن قدرة العملاق المهاجم بالضبط ما تدري ما كان يدري ما يدري في عملاق اسمه المهاجم لا يدري بس ما يدري إن القدرة هذه كانت موجودة عنده ما كان يدري إن الأشياء اللي كانت موجودة عند هناك الألديان كان قصدي عند أو كان مختبئ وقوته إنه ما يخضع للمؤسس فما يقدر يأمره ما يقدر يتحكم فيه ما يقدر يتخلص خلاص في لحظة صارت ما انتبهتوا لا شوف يعني مساحنا كنا نتناقش فيه ترى قبل ما نبدا الحلقه كنا نقول العملاق المهاجم مش قدرته اساسا ايه فهمت وش قدرته طلع انه بس يشوف المستقبل ويقدر يغير حتى المستقبل هذا شيء بسيط هذا اقول لك يتحكم بالاوامر انت تطلقها ويغير كل شيء محمد لاحظت اول ما جاي يتكلمون في اللحظه اللي كان ايرن جاي طالع ولعت عينه وجابوا البنت كنا قاعد يتحكم بالذكرى نفسها كنا قاعد يغيرها يزيك طالع انا اوريك الشيء صحيح زيك زيك هو زيك كان ماشي مسيطر زيك مثلنا مثلنا في اكشن بس حي والله العظيم والله بس شوف مشكلته انا بارد زي يا بارد غير عندنا ضيوف هنا بس تدري عاد على فكره على فكره العملاق المهاجم نغير اسمه من اليوم جينجيكي انتي فايروس لا يمكن اختراقه والله احترقت والله ما لومك يا ايرن اوف يا ايرن والله يا الصدمة والله يخرب بيتك انا اعلن من احسن خمس شخصيات قريشة والله ايرن معليش قال ايرن الاول هذا خلصين منه خلاص شوف لا تجي طريق ايرن قل ايرن اتاك اون تايتن ايرن بعدين مسلسل اتاك اون تايتن وهو فوق المسلسل هذا شيء خالصين منه والله لا ترى كلنا وصلنا في حالة التطبيل هاي والله العظيم يا اخي شيء مو طبيعي والله شيء مو طبيعي لو يصير طبيعي لا بس ترى للامانه ترى هذا شيء مرعب يعني ايرن الحين وصل مرحله خاطره على فكره وحش هذا العدو ولا اعدائي ما في ولا يهم احد كل يعني سلكت اوش بدليل بالضبط والله العظيم روح والله روح فرمات لا يعني انا كنت اقول ان ايرن ما تغير من قبل زين انه قاعد يمثل اي قاعد يمثل لا الرجال تغير 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 يعني تغير مرعب بعد انا كنت متوقع انه يعني بيوصل مرحله يوقف عندها لا هذا وصل مرحله خطره بس على فكره الكاتب قاعد يلهينا بإيرن هذا شيء رائع بس لازم نجي لكلمه قويه القوه بعد يومير وقعت في يد عملاق يد ملك الضعيف الملك الضعيف لانه امتلك القوه سيطرت عليه كيف القوة سيطرت عليه ودمر العالم؟ فيقول الحين لازم تكون القوة عن شخص قوي لا يخضع لها. فالحين أنا عرفت إني السنة صفر أخيراً. منه الملك اللي جاء في النص وسوى مصيبة ومنه قاموا
يقول لك هذه 1000 قبل الميلاد، هذه 1000 بعد الميلاد، شو اللي صار في النص؟ حلو تقليدك لدار الصابة مبروك صدت مبدع مو بنت عبد الله زين توتر. المهم في شيء قاع في النص، هو قال القوة وقعت في يد ملك ضعيف وبسببه فنيت البشرية، بسبب الملك الضعيف، والحين جدونا نكفر عن المصيبة هذه. فأنا أعتقد أن اللي هي الميلاد ميلاد منه ميلاد القوة، ميلاد الملك القوي، أو ميلاد عهد نبذ الحرب. فالحين على الأقل فهمته وخطبها بسرعة. بس جملة مين بسوي فيكم تبع عشان بعطيه دعوه؟ خالد بن بنعام يجي الله يوفقك. هذا تحتاجها واحده بنعام ودعم $2 من هانتر دولار. يا هانتر يا اسطوره ابرك يا الرعد يا ابطال. بكره الصباح ان شاء الله بدي تسويها. اي يقول لك جريشا فاجانا وزيك كسر قلوبنا وايرن خرج عن السيطره حقيقه والله. والله احنا بنسوي كيميتسو الحين. اي بنسوي كيميتسو يعني ما يمديني اسوي انطباع الحين. اي سوي الصباح مع اللي ينزل بكره. احنا شوف شباب اهم شيء ينزل انطباع مرتب وافكاره حلوه ومضبطه. اي بس اهم شيء يدعمونا بمشاهدات. اي والله ابشروا 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 يعني انا صراحه ودي بس خلاص ايرن قاعد يقول لي لا تسوي انطباع ما يسوي مشاهدات لا تسوي. اللي قاعد يلعب براسك وسوس لك يا ايرن. يا عمي يجيك ما قد دعيت تقدر علي انت يا المرسيدس اقعد بس شنبات طاحت قص على امه وعلى ابوه وعلى اخوه بتجي انت والله. بس بصراحه انا احترم جريشا لما حسب ميكاسا بنته قدام احد مش موجوده ميكاسا. انا حبيت جريشا اساسا يوم قال انه عمالي بقاتل الاطفال يعني هنا حتى زيك اساسا انفجع كان حط على باله انه ابوه قاتل انا قاعد يقول الحين بيقتل الاطفال الحين بيقتل الاطفال فجاه طيح نفسك فجاه اكتشف انه هو سبب انه الحين ايرن هو اللي غير التاريخ. ماجد سويت اخرب بيتك ايش سويت انا ضيعت لي فاضي تعال بك مسالمه يا طيب عشان ما تاخر ما بعرف شو اقول خلاص ما مشكله نقول ان شاء الله باقي في الانطباع لا 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 لا. ان شاء الله يا محمد يا انا بيسوي انطباع واحد منا لك كلمه اخيره صراحه كلمه اولى بتساكت طول الحلقه كلمه اولى اخيره مره واحده فعليا الاخراج في الاستديو تعابير الوجه مع اداء الصوت مع الساوند تراك اعطاني جو في الحلقه 10 اضعاف اللي عشتها في المانجا. لا نفس ترتيب الاحداث ولكن مفهومه بشكل افضل الان بسبه الصوت والاداء في المانجا. التحريك شوي كان شوي لخبط ضحك ذحين ذكريات ايرن هو ما بعد يوري زيك اللي صار في ابوه قبل خلاص لو سجي وراه صار يحتاج لو وراه ابوه شنو صار مع المارلي ما يحتاج من هذا خلاص الحين انت شو قام يصير قال انا كنت شاك انا غلطان انا شكيت في الشخص الغلط لا عشان لا ايش يقول يقول انا ابى انقذك يا اخوي انت نفسك اول انا ايش اتوقع شفت الحركه مسويها كذا ايرن مخي بيكسر يقول ترى بدري عليك كسرها الردي واقف وراه كذا قال لا ماسكها لا واقف كذا ماسكها يبغى شيء اشكك بي بالحلاوه ما عليك يجيب عشان الحق ماسكته بالصوت يلا راح ما سكة الحديد مسكة شوف الحديد مسكة هذه حديد بس كذا زي بيكسرها بيقول له ترى الرمل مو بس عليك مسكين والله زيك يلا طيب حبيبنا نعم ملك الصبة الحمد لله أنا مسيطر مؤثرات رهيبة كل شيء حلو صراحة طيب نكتفي هذا القدر من تاكون تايتن النقاش نستناكم إن شاء الله تشوفون برضو انطباع الله الله بدعنا شباب دائما طبعا ينزل يوم الثلاثاء في الليل غالبا فالله الله أول اثنين في الليل معلش أنا آسف فالله الله بالدعم والشير يا شباب ترى همتكم انتم 8000 هنا يعني المفروض في اليوتيوب اكثر عندنا اكثر من 600000 لو نصكم شافوا الحلقه يكفينا بس يعطيكم العافيه ما يكفينا بس يلا كذا كنا وصلنا لنهايه هذا اللايف او النقاش وبدنا نقول معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسوا شير القناه لايك شير ونشوفكم على خير ملخبط عادي عادي اسيام ملخبط